سلمى، رجعنا نحس بالشتوية، يعني بعد هيك ما انبسطنا كم يوم كانوا شمسات دافيين، بلشنا نحس بأجواء الربيع. امبارح فتنا بأجواء كتير باردة، صحيح. اليوم كرمال نعرف أكثر كيف حيكون طقسنا بالساعات الجاية، حيكون مطر أو لا؟ حيكون معنا المتنبئ الجوي عبر اتصال هاتفي محمود إسماعيل. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك. صباح الخير لإلك. يا أهلا وسهلا، صباح النور. أستاذ محمود، خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي عن درجات الحرارة كيف رح تكون، وهل نحن مقبلين على منخفض؟ يعني بلشنا نشوف أبرز معالمه من امبارح بالليل. تقريبا المنخفض يعني فعاليته انتهت، المنخفض الترافق بالأمطار تقريبا مع ساعات ليلة أمس، يعني الفعالية ضعفت وتلاشت تقريبا، إنما هناك فرصة لا تزال على المناطق الشمالية الغربية والساحلية، فرصة ضعيفة هناك. أجواء الضباب هي اللي عم نشهدها الصبح هي أجواء استقرار خلال الفترة القادمة. مرتفع جوي رح يسيطر على معظم المناطق، بيؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة. هلا الضباب بمجرد ما ينقشها خلال ساعات الصباح، هلا يعني بحدود الساعة 11 تقريبا تظهر الشمس وبميل الجو لاتفاق قليلا، والدرجات الحرارة رح تقترب من معدلاتها على كافة المناطق. هلا المتوقع اليوم في مدينة دمشق 14/7، المنطقة الجنوبية 15/8، المرتفعات الجبلية 9/4، الوسطى 15/8، الساحلية 17/10، الشمالية 16/10، الشرقية 19/11، الجزيرة 17/10، والبادية 16/10. فعم نلاحظ يعني تقريبا درجات الحرارة يعني حول معدلاتها على كافة المناطق، وبتسجل إن شاء الله خلال ساعات النهار ممكن بعض المناطق أعلى من المعدل بقليل. نعم. طيب استاذ، حنشهد شيء منخفضات قريبه او خلص يعني فينا نقول انه هذا المنخفض حيكون توديعه او لا؟ لا لسه بكير على الشتويه، ما خلصت معنا ل 23 اذار عمليا، يعني فلكيا ل 23 اذار هي يعني فلكيا هو موسم الشتاء. هلا نحن في توقعاتنا الايام القادمه الى يوم الثلاثاء ان شاء الله يعني بيتعزز هذا المنخفض، ومتوقع انه يكون في هطولات ان شاء الله تبدا من المناطق الشماليه الغربيه والساحليه 3 و4، وممكن ساعات بعد ظهر الاربعاء والخميس يمتد لباقي المناطق، انما فاعليته عم تكون بين متوسطه الى ضعيفه الشده، يعني ما هال يعني الغزاره بالامطار. هلا بيميز الفترة هاي بالفصول أو تحديدا فصل آذار، يعني المعدل الوسطي لدرجة درجات الحرارة ارتفع، فمنخفض الجوي لما بيجي بيعطي شوية هطولات مطرية وكذا بتنخفض معه درجات الحرارة، بيستمر 24 ل 48 ساعة، بمجرد ما يرتحل المنخفض الجوي ثاني يوم حنلاحظ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها. يعني الأجواء الربيعية يعني هي سمة هذه الفترة من السنة أو سمة المنخفضات بهذه الفترة من السنة. نعم أستاذ، بدنا نقول شكرا لحضرتك للمعلومات اللي قدمتها، وان شاء الله هيك الله يبعث الخير وتكون هاي الامطار باذار تعدل نسبه الامطار والمياه بسوريا. اكيد بدي اتشكرك المتنبئ الجوي محمود اسماعيل، كنت معنا عبر اتصال هاتفي، شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بك. شكرا لك استاذ محمود.